ما حكم الإسلام في الفرقة بين المسلمين؟ أوضح أكثر أن كل متتبع لشؤون العالم الإسلامي يجد كثرة المذاهب والطوائف بين المسلمين، نعم. من شيعة وسنة ومذاهب أربعة وإلى آخره، والآن نجد دولة الخلافة في الشام والعراق. نعم. أين الإسلام من كل هذا؟ وكل طائفة تكفر الأخرى. نعم. الإسلام يوحدون الله. نعم. الإسلام يجمع ولا يفرق، والله عز وجل نهانا عن مثل هذا. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. والمراد أيها المبارك أن ما يحدث اليوم بين المسلمين من طائفية واقتتال واحتراب، وأن يكفر بعضهم بعضا، وأن يقتتلوا، وأن يسفك دماء بعضهم دماء بعض، كل ذلك ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، بل حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الله أمرنا أن نعتصم، أن نتوحد، أن تجتمع قلوبنا. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سنته العملية أن الاختلاف في الفقه في الأحكام وارد، وهذا قد حصل في قضية لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من أصحابه وقال: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريضة، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى في بني قريضة، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أيا من الطائفتين. والمراد من ذلك أن ما قلته أيها الأخ المبارك أبو يحيى أنا كذلك مثلك، لا ندري والله ما الذي أصاب المسلمين منذ القدم، منذ الفتن بعد مقتل عثمان ومقتل علي رضي الله تعالى عنهما، والأمة اختلفت وافترقت، وأصبح كل طائفة منها يزعم أن الحق كله معه، مع أننا معشر المسلمين كلنا مسلمون، كلنا نوحد الله، نؤمن بأن الله ربا لا إله غيره ولا رب سواه، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا نرتضيه. لا نفرح ولا نقبل أن يقول عنا أحد أننا يهود لسنا يهود، ولا أن يقول عنا نصارى لسنا نصارى، ولا أن يقول عنا مجوس لسنا مجوس، ولا أن يقول عنا أننا ملحدون لسنا ملحدون ولسنا دهريين، بل نحن مسلمون فرحون بأننا مسلمون. والله يقول لما ذكر الكفر قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا، فلا يوجد مسلم يشرح بالكفر صدرا، كلنا مسلمون، ونؤمن بأن الإسلام هو ديننا، ونؤمن بأن القرآن هو كتابنا، ونؤمن بأن الكعبة هي قبلتنا، ونؤمن بأن الآخرة هي بعثنا ونشورنا، وأن الحوض هو موعدنا، وأن الجنة هي الدار التي أعدها الله للمؤمنين، وأن النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين. نحب الله ونحب لقاءه ونؤمن بملائكته. وفي حديث جبريل قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. من آمن بهذه الست فهو مؤمن، لا نستطيع أن ننزع الإيمان عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل كذلك عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فمن جاء بهذه الأركان فهو مسلم، لا سبيل لنا إليه. فلا ينبغي للمسلمين أن يكونوا كما هم عليه اليوم من أن بعضهم يقبل القول في بعض. يجب أن يتقي الله علماء المسلمين في المقام الأول، فينهضوا بالعامة ويربأوا بهم عن طرائق التكفير والتفسيق وسفك الدماء والاحتراب والاقتتال الذي هو حاصل بالأمة، لا يستفيد منه إلا أعداء الأمة، إلا من يريد بها أن تبقى متناحرة متقاتلة، لا تقوم على ساق ولا تنهض على جناح، وهذا والعياذ بالله مراد كيد الكفار. نسأل الله أن يرد كيدهم على نحرهم.